الكل يعلم أنه هذه المباراة هي الانطلاقة لبداية التصفيات النهائية للوصول إلى كأس العالم. واجبنا أنه أولاً واجبنا كقوات أمنية أنه نحرص على سلامة الجماهير وسلامة أن تخرج مباراة تليق بالعراق. الكل يعلم أنه قلناها أكثر من مرة أنه بعد بطولة الخليج والتنظيم الرائع بجهود أخوانكم وأبنائكم من كل المجتمع حقيقة، لكن العبء الأكبر تحملت القوات الأمنية بإدارة الحشود والحفاظ على أمن الملاعب. الآن هذه المباراة هي نتيجة ما حصل في بطولة الخليج، أنه المنتخب الوطني العراقي سمح له أن يلعب على أرضه وتحديداً على ملعب جذع النخلة بالبصرة. لذلك علينا أن ننظم أنفسنا ليكون إدارة ناجحة لهذه المباراة بالتنسيق ما بين الحكومة المحلية بشقيها المحافظة ومجلس المحافظة وقواتنا الأمنية من قيادة العمليات إلى الوكالات جميعاً إلى مديرية شرطة البصرة إلى أمن الملاعب، وأيضاً قد يكون لدينا أمن ملاعب عدد إضافي من الأخوة من وزارة الداخلية بالتنسيق بالتأكيد مع معالي وزير الداخلية الأخ عبد الأمير الشمري. اليوم هذا الاجتماع حتى نحدد مسارات ونحدد أنه المواقع اللي ممكن أن تكون لمسارات الجمهور، نحدد البوابات ومن مسؤول عن أمن داخل الملعب كما مقرر من الفيفا، ومن هو مسؤول عن خارج الملعب، وأين تقف العجلات، ومن أي ساعة ممكن أن يكون دخول الجماهير. تعرفون أكو 16 بوابة إلى المدينة الرياضية، بالتأكيد ستوزع على التذاكر ودخول الشخصيات المهمة اللي هي الفي في آي بي ودخول المنتخبين. العجلات صار رأي أنه حتى نكون واضحين أنه عندنا أكثر من جراج خارج المدينة الرياضية ستستغل، مثلاً ممكن باكر راح ينزل أكثر من فيديو توضيحي وين وكيف الدخول والخروج. عندنا يمكن الجراج اللي خاص بالمدينة الضوئية راح نستفيد من عنده تقريبا يسع بحدود 1500 عجلة، وساحات أخرى قد تسع بهذا العدد، وعندما تكون عجلات أخرى إضافية سيتخذ القرار بدخولها إلى المرآب الخاص بالمدينة الرياضية بعد تفتيشها من الجهات الأمنية ودخولها. أبدا ما راح يكون خطر على عجلات المواطنين خارج المدينة الرياضية، ووزعت المهام من قبل السيد قائد العمليات لحماية الجماهير والعجلات ودخول الجماهير وخروجهم بسلام، ونقشت الخطة من الجميع بما فيها استخبارات الحشد راح يكونون موجودين، استخبارات الداخلية واستخبارات الدفاع والأمن الوطني والمخابرات وكل الوكالات، خاف أنسى واحد وبعدين هم يزال علينا. وإن شاء الله أنتم كصحفيين ممكن راح يكون عندنا اجتماع وياكم، خلينا نشوف باشر أو بعد باشر، أيضا خلينا أقولها أبنائنا أبناء المدينة يجب أن يكون لهم دور بالدخول إلى الملعب. هذه مهمة أنا أتبناها، لأنه ما ممكن أنه هذه المباراة أنه إعلامي البصرة ما لهم دور بها. لذلك أنه هذا الملخص بما دار بالاجتماع إن شاء الله. لا أنت يمكن عاشرتي والكل الأخوان شافوا الموضوع، في كل المباريات تكون عندنا أكثر من ممارسة. اليوم هذه الممارسة الأولى لانتشار القوات وحركتها، وقد تكون ممارسة أخرى قبل المباراة قد تكون بيوم أو يومين لنشوف أنه بالضبط حركتنا شلون راح تكون، وممكن أنه يكون أنه سيطرة على حركة الجماهير للملعب. هذه ممارسة طبيعية. أي حمايات بما فيهم حماية المتحدث، أنا حكيت بالاجتماع وما ردت أحكي لكم، لكن بما أنه سألتني راح أجاوبك عليها، تعرف أجاوبك عليها بصراحة. أي حمايات
بما فيهم حماية محافظ البصرة ما راح تدخل للملعب سوى أنه توصل الشخصية، لكنه ما تدخل المقصورة الرئيسية، ما ممكن تدخل المقصورة الرئيسية. وأي زي عسكري داخل المدينة الرياضية بلغ السيد قائد عمليات، أنا جواب آسف يعني بالنيابة عنه، أي زي عسكري داخل المدينة الرياضية ما مسموح له. هذا يعني تعليمات اتحاد دولي ويجب أن نطبقها إذا نريد نستمر أن نلعب على أرضنا وعلى ملعبنا. مع احترامي لكل الأخوة المسؤولين إن كانوا محافظين أو وزراء أو نواب، ما مسموح أن يدخلون حمايات، ولا مسموح لأي كان بما فيهم المتحدث بدخول أي مسلح ويا إلى المقصورة الرئاسية. المقصورة الرئاسية راح تكون أو يعني الخاصة هي الرئاسية، يعني بكل العالم ممكن تسمى المقصورة الرئاسية بغض النظر من هذا. راح يكون أن توزيع المهام بين الوكالات الأمنية وهذا شغلهم، وأيضا هم هاي مو سرية بس هم راح يكونوا سريين، أنه أيضا أكو عناصر من الوكالات الأمنية ستنتشر بين الجمهور للحفاظ على أمن الجماهير. موضوع البلوغرات وما يسمى هذا الموضوع، اللي عنده تذكرة ممكن يدخل الملعب، أنا ما أقدر أمنع منه يدخل الملعب وما يشتري تذكرة يدخل الملعب، لكن أرض الملعب ممنوع أيا كان. هذا أمن الملاعب وين موجود، وممنوع غير أمن الملاعب الخاصين بأمن الملاعب أن يدخل إلى ما بين المدرجات أو إلى ساحة الملعب. قد يكون أنتم تدخلون إحنا ما ندخل، لا لا أبدا. أنا أقول لك يا ممنوع، ويمكن وين عقيد حيدر يسمعنا وقائد عمليات والأخوان موجود. هذه مباراة مهمة قد حصلت في بطولة الخليج، لأنه قد بطولة الخليج مو بطولة رسمية معتمدة من الفيفا، فحتى غرامتها عقوبتها قد تكون أقل. لكنه إحنا شعب حرم من اللعب المنتخب الوطني العراقي على أرضه، واليوم جتنا الفرصة أن نستمر بالمضي وصولا إلى كأس العالم. إحنا من 1986 ما عندنا منتخب راح كأس العالم، رغم أنه حققنا بطولة آسيا بال 2007، لكنه حققنا بطولة الخليج بالعام الماضي، لكنه من 1986 إحنا ما رايحين كأس عالم. لذلك أنه أقول علينا كشعب عراقي، كمجتمع بصري، كإعلاميين، أن نساعد المنتخب. وطبعا راح تنزل حتى لوحات دعم إلى المنتخب الوطني العراقي من عندنا كحكومة محلية بالبصرة، دعما للمنتخب الوطني العراقي. إن شاء الله نتمنى بتكاتفنا أنه نرى المنتخب في كأس العالم القادم. سيارة المحافظ العفو على إدارة إذاعة المربع، بالنسبة للجمهور العمان والضيف، هل هناك تسهيلات بالانسيابية الدخول عبر المنافذ المطارات المنافذ سمة الدخول للجمهور؟ احنا العراق يعني اكو واحد يجينا ما راح بي؟ اكيد هذا سؤال، هذا جواب. لا شوف اقول لك صراحة، احنا نحكي بالاعلام كلش صريحين، موضوع بيع التذاكر بسوق سوداء يصير بكل العالم، بكل البطولات، بكل المناسبات. لكنه موضوع منافذ البيع الرئيسية ممكن أن تلقاها بعض البطولات قد تصل تذاكرها بآلاف الدولارات، بينما هي يمكن تباع أول ما ينطرح البيع في أسعار بسيطة. هذا موضوع السوق السوداء وبيع التذاكر، بالتأكيد أنه مو مهمة القوات الأمنية أنه تروح تتبع. أنت عندك تذكرة اشتريتها وباكر قبل المباراة بساعة اللي تروح تبيعها، أنا ما أشغل القوات، هاي سمعوني، ما أشغل القوات الأمنية أن تتبع من باع تذكرة ومن اشترى تذكرة. هذا موضوع ترى طبيعي، يعني ما إحنا جزء صار عندنا فراق بعيد عن المباراة 30-40 سنة وما صار. روح شوفوا كل العالم أنه بيع وشراء التذاكر مسألة طبيعية، ترى مو مهمة القوات الأمنية تتابع تذكرة انباعت بدينار ولا انباعت بعشر دنانير، مو شغلنا هذا. بس مو مهمة اللي مسؤول على بيع التذاكر احتكارها وبيعها بأسعار عالية، هذه ما نقبلها. تم إعداد خطة أمنية وفق سبقيتين، السبقية الأولى هي ضوابط الاتحاد الدولي، الاتحاد الأسيوي والاتحاد العراقي، وتأمين الحماية للجماهير الغفيرة اللي راح تحضر إلى الملعب. هذه الملاحظة اللي أثارها الأخ الصحفي، تم فرز قوة منفصلة لحماية عجلات المواطنين، هذه القوة راح تكون من قطاعات الجيش
ومشاركة مفارز من المرور. هاي مسألة طبيعية يعني، أنه بالتأكيد أنه كل ممكن أنه باصات المحافظة النفط إلى آخره تساعد الجماهير، بس صدقني هي بعد مباراة وإذا طلعنا فايزين بالتأكيد وراح يصير كرنفال العالم تتونس تتمشى ترى. أنت ظلمك خاف نطلع فايزين. كلها مفتوحة، ماكو قطوعات أبدا، ما عندنا الشارع المؤدي إلى لا هو ما عندنا أي قطوعات باللعبة، بس أنه عندنا تفويج الحشود هذا راح يكون من قبل القوات الأمنية، لكن قطوعات للشوارع ما راح تكون، هذا مهم جدا، وراح يكون تفويج بتسيير العجلات بالاتجاه يحددوه القوات الأمنية. شكرا جزيلا، شكرا لكم.